السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا مرة أخرى وياكم لتكملة الدروس. طبعا احنا موضوعنا هو الـ UDP. اللي درس الـ Network هيعرف انه في الـ UDP لو فكرنا شوي انه السيرفر مثل ما عملنا الأمثلة السابقة السيرفر والكلاينت. السيرفر إذا توقف لسبب ما توقف السيرفر بالكامل، للأسف أنه الـ UDP ما يعطيك أي طريقة تميز فيها أنه السيرفر داون وأنه النتورك في حالة يرثى لها، في حالة الـ poor condition. طبعاً بهالحالة حيعمل لك دروب لكل الباكيت اللي أنت تقوم بعمل ريبليس إلها. أكيد إحنا مفروض من عندنا إحنا ما نلوم نلقي اللوم على الـ UDP لهذا المشكلة، لأن هو أساساً الـ UDP ما فيها تحقيق، لكن على الأقل ممكن إيجاد طريقة أنه نتحقق إذا كان هذا السيرفر موجود أو غير موجود، متوفر أو غير متوفر. هذا يبقى على الكلاينت في تحقق من أنه السيرفر يعمل أو لا يعمل. في حال إذا كان يعمل أوكي، في حال إذا كان لا يعمل يحاول يعمل أتيمب عدد محاولات معينة. هذه العدد محاولات المعينة إذا فشلت ذاك الوقت الكلاينت يوقف العمل ويعمل كل للسيرفر بروسيس. فإذا موضوعنا اليوم هو كيف نعطي للكلاينت طريقة أنه ما يشغل البورت هذا وما يشغل هذا النيتورك بالكامل في سبيل أنه حدث خلل ما في السيرفر. لا، المفروض الكلاينت أيضا يعمل تحقيق في حالة إذا كان السيرفر شغال أوكي، في حالة إذا كان السيرفر غير شغال. بهذه الحالة مفروض من عنده أنه الكلاينت يتوقف عن العمل وما يأخذ الريسورسز من السيرفر أو من الكمبيوتر نفسها. فإذا كيف نعمل هذا الشيء؟ لازم ندخل للبرمجة. نرجع للبايثون. هنا نحن نعمل رايت كليك نيو، أو خلونا نعمل بروجكت آخر، نيو بروجكت. هذا البروجكت حسميها أيضا عايد لموضوع الـ UDP. check، لا ما هالشكل، check بهذا الشكل. create، open in current window. اذا صار عندنا directory خاص بال UDP check. نعمل right click in new python file. حنكون هذا UDP server. نضغط OK. أول شيء أنا أحتاجه في الـ UDP بما أنه أنا أعمل على الـ Network Level الـ IP Level، إذا حأحتاج أنه أعمل Import لمن؟ للـ Socket. هذا الشيء إحنا متفقين عليها صح ولا لا؟ أشو ما حد ما يقول لي الحمد لله على السلامة، أنا جديد صرت شوي يعني أحسن، يعني أسا حالتي يعني شوية أفضل بعد طبعا القحة، السعال موجود لكن اليوم شوي أحسن. فنعمل import للسوكت. بعد ما نعمل import للسوكت حنعمل متغير سوك، حنسميها سوكت. هذا السوكت دوت للسوكت، اوكي سوكت دوت سوكت. حياخذ ايضا سوكت دوت اي اف الفاميلي للنت، اوكي فارزة سوكت، نوع السوكت دي لا سوك، اوكي سوك دي جرام. اذا احنا عملنا سوكت اعطينا له الخاصية انه هو حيكون على الـ UDP. تعلمنا ايضا انه نعمل للسوكت بايند. بايند مع من؟ اتسلف زائدا الادريس. السلف والادريس، السلف ما حاجة انه تذكره، الادريس حيكون طبعا اي بي الحاسبة. كيف ناخذ الاي بي الحاسبة؟ الدروس السابقة احنا اخذناها على اللوكال هوست اللي هي 127.0.0.1 صح؟ هنا احنا راح نستخدم اي اف كونفيج. اذا كانت ويندوز حيتحول الى اي بي كونفيج، هذا الشيء مفروض انت تعرفه. انا دا استخدم الوايرلس، فالوايرلس مالتي 132.0.103. عملها كوبي. اذا راح اخذ الادريس
فارزة مفروض من عندي انه انا اعطي رقم البورت، البورت حيكون 6000. بهذا الحالة انا عملت bind، اذا socket bind لهذا النمبر. ليش بيظهر لنا؟ اوكي، السبب ظهورها لانه احنا ما وضعنا داخل string IP. بالحالة صار عندنا السوكيت حاضر. شو اللي انا اريد احتاجه؟ اذا تمت عملية الربط مفروض انه يعمل لي print ويذكر انه الربط تم بنجاح. اذا listening at فارزة حناخذ السوكيت dot get sock name. get sock name اوتوماتيكيا حياخذ الاي بي للحاسبه مع البورت ويعطيك الفكره. بعد ما عملت برنت شو اللي احتاجه؟ احتاج انه اعمل داتا واعمل ادريس. هذا الداتا والادريس حيكونوا مربوطين بالسوكيت دوت، حيستلم ريسيف فروم اس يعمل ريسيف ل 2048. طبعا هذا البوفر سايز، ممكن اخذ البوفر سايز واعمله كمتغير هون، يعني مثلا اكتب buffer size يساوي مثلا هذه القيمة. اذا في هذه الحالة انا اخذ البوفر سايز واضعها في داخل الريسيف فروم، فبالحال يكون عندي متغير في اي وقت انا اغير البفر سايز. اتس اب تو مي، يعتمد علي. وكذلك ممكن اعمل بورت يساوي اكتب هون البورت، اوكي، واخذ هذا البورت واضيفه هون فراح يكون في مكان البورت. كذلك الهوست ممكن اعمل هوست واخذ هذا السترينج اكس وضعها مكان الهوست واخذ الهوست وضعها هون. فبالحال يكون عندي انا ممكن اغير المتغيرات بهذا الشكل بدون الدخول الى البرمجة في حالة اذا حبيت انه اغير التطبيق. بعد ذلك ايش راح اعمل؟ بعد ما استلمت انا الداتا والادريس حاولت ملا حيستقبلون البفر. بعد ما يستقبل البفر مفروض من عندي انه اني اظهر ان الكلاينت شو الشيء اللي يعمله، يعني مثلا الداتا اللي حتى اخذها من الكلاينت، الداتا اللي انا عرفتك المتغير هو حتى اخذها انت من الكلاينت، لكن انا هذا الداتا حيكون انكودد مشفره، لازم مفروض اعملها ديكود، صح؟ اذا احولها من البايت الى سترينج. اذا راح اعمل متغير، هذا المتغير وظيفته فك هذه الشفره. المتغير حيكون تكست، هذا التكست حياخذ الداتا وحيعملها ديكود. هذا فانكشن ديكود حيعملها ديكود. هذا الديكود للاسكي فور اكزامبل اسكي. بعد ذلك اجي اعمل برنت، اعرض ماذا؟ اعرض البيانات اللي قام ارسالها الي الكلاين. اذا بهالحاله انا حامل سترينج، هذا اكتب فيها the client at، حامل format says اوكي لهذا dot format، حمرر فيها الارجيومنت. اول شيء انا امرر فيها الادريس اللي هو الاي بي والبورت اللي يتكلم عن طريقه الكلاينت اللي حيكون في هذا المكان. فاذا حضيف هنا فارزه من القيمه الثانيه، القيمه الثانيه هي الكلام اللي قام بارسالها الكلاينت اللي هو التكست اللي راح نعمله ديكود ونضيفها في البرنت. بهذا الحالة يبقى عدي انه اعرف طول، اذا حبيت انه اعرف طول البايتس اللي قام بارسالها الكلاينت فرح اعمل مسج متغير اخر مسج، فنكتب انه مثلا محمد ديتا ووز، حنعمل فورمات اخر بايتس اوكي لونج دوت فورمات، حياخذ ارجيومنت. هذا الارجيومنت ايش راح يكون؟ راح يكون طول الداتا اللي بعثها محمد داتا، اوكي. فاذا هنا احنا نحتاج الى معرفه الطول، اكيد عندنا فانكشن اسمه لين، هذا الفانكشن حنضع فيها الداتا اللي قام ارسالها محمد.
نقوم بإرسال الرد للكلاينت. إذا كملنا عملية فك التشفير وأخذها من الكلاينت، طرف الكلاينت انتهى، ننتقل إلى طرف السيرفر. السيرفر الآن راح يبعث للكلاينت. كيف راح يبعث للكلاينت؟ أكيد عن طريق السوكيت صح؟ السوكيت فيها ميثود اسمه send to. send to. send to حيرسل لها ماذا؟ حيرسل لها المسج اللي احنا قمنا ب طبعها. حنعملها encode، حنعملها انكود الى الاسكي، الاسكي لمن؟ لعنوان الكلاينت. يعني احنا لما نرسل المفروض من عندنا نرسل شو هو المسج اللي تريد ترسله للكلاينت، كذلك عنوان الكلاينت، لانه انا لازم اعرف الكلاينت شو هو اللي راح يستخدمه. هذا هو طرف السيرفر. اذا لهنا احنا راح نتوقف ونكمل الدرس القادم. مع السلامة.